سيادة مصر مظلومين، سيادة مصر محترمين وبيدافعوا عن صحة المواطن المصري. سيادة مصر انتخبوا مجلس نقابة محترم في انتخابات ديمقراطية. احنا صوتنا عالي شوية معلش. احنا اسفين يا صلاح. احنا اسفين يا صلاح. بس نوعدك يا صلاح ان احنا صوتنا مش ممكن يوطأ ابدا. نهائي. نهائي. في ثورتين حصلوا واحنا ولاد الثورتين دول. انا ابني اتسجن في 25 يناير. ومش هنسى طاره. واتضرب واتهان. وصيادلة مصر اتسرقت. واتكسرت صيدلياته. والاقسام قفلت واحنا فاتحين. احنا المراكز الاسعافية اللي كل واحد فيكم اول ما بيحصلوا حاجة بيجري على الصيدلية. باستشارات مجانية. لوجه الله تعالى. وإيفاء للقسم اللي احنا اقسمناه. نقابة مهنية. نقابة محترمة شرسة في الحق. مفيش على راسنا بطحة خالص. خالص. وإذا كان في حد شايف إن في حد فينا على راسه بطحة النائب يجري بسرعة. وأقسم له بالله لا أدفع له تكاليف القضية من جيبي. وأنا قادر على هذا. إيرادات النقابة زادت. تحصيل زاد. للأسف الفشلة اللي مش هيقدروا يقعدوا على الكرسي المحترم ده بانتخابات حرة ديمقراطية. الفشلة الملوثون ذو العلاقات المشبوهة مع ذو رأس المال ومافيا الدواء يريدون مع قرب الانتخابات إدارة الانتخابات بالطريقة بتاعتهم بطريقة مبارك المفسد الأكبر. تاني هما فاكرين إن الكرسي ده سهل؟ هما فاكرين إن هما هيقدروا يوصلوا النقابة بسهل بسهولة كده؟ مستحيل. احنا أبلغنا الأمن إن في تحذرات وتحسبات أمنية بتواجه نقابة الصيادلة الفترة القادمة. وده أنا رسالة للأمن. احنا عايزين نحط حراسة على نقابة حراسة أمنية يعني. لأن احنا بلغنا أنباء إن في بلطجية هيخشوا على النقابة قريب لسرقة الملفات وسرقة الأختام. وهم متعودين على كده. يعني رافعين الحراسة دول أو كبيرهم متعود على كده، عملها قبل كده. بس اتهان واتطرد من نقابة وخد درس. بس ظهر الظروف خليته يتكاثر تاني هذه الأيام.